نشوف انه في ضمن الدستور اكو مساحات، والواقع السياسي مو بس الدستور، اكو مساحات هي قابلة لان ترمم الوضع من خلال العملية السياسية اذا جمهورنا قام بدوره بشكل صحيح ما ظلل. بعدين مو انه ياهو اللي يدفع اكثر ينتخب اكثر، ياهو اللي يطلع بالتلفزيون اكثر ينتخب اكثر، يعني عنده اعلام وعنده مال، هو هذا المال بعضه متجمع من حرام، هو المال حرام، فهذا راح يجي انا من ياهو اللي يوظف اكثر ينتخب اكثر. انا هاي اعتقد همات من الفساد. ليش؟ لان انا بالنتيجة يعني اشتريت بعت العراق بمصلحتي الشخصية اذا وظفوني، هيك راح يصير. يعني هذا الانسان يوظفوه يقول انا ما دام هذا وظفني انا انتخبه، يعني شنو؟ يعني ما انتخبت للعراق، انتخبت لنفسي. بينما اذا تعاملنا ويا العراق كامانة يجب ان نحافظ عليها نضعها بيد اهلها، هذا اللي يعني يوظف اكثر بهذه الطريقة الانتخابية هو عنده درجات وظيفية ضامهن قريب الانتخابات يطلعهن، اكو تمويل يمكن ان يطلع للارامل، شو وقت يطلع قريب الانتخابات؟ هذه الامور شفتوها اخو على الارض صحيح لو لا؟ هذا التمويل شو وقت يطلع قريب الانتخابات؟ زين اذا هو موجود ليش ما طلعنا قبل؟ اذا هو مستحقاق زين ليش ما استمرينا به؟ ورا الانتخابات ليش ما استمرينا به؟ لا نقول لا سنسوي مراجعة واكو صار بي كذا، فأول كانوا يصرفون إلى كذا عائلة سنخفض العدد صار 30%. ليش؟ شو هو إذا هيجي ومن أول رتبوا الموضوع، فش راح يصير عندنا؟ أكو ناس يخادعونا عن إرادتنا، طبيعي كل واحد يريد. فإذا احنا أحسننا الاختيار يمكن تتعدل، إذا ما أحسننا الاختيار ولو بنسبة تبقى المشكلات حادة تنخفض حدتها بقدر وعينا، بدون هذا الوعي همات ما راح نقدر نوصل. أما هاي النظرة أنه إحنا بعد ما ننتخب شنو حصلنا، هذه أعتبرها أسوأ الخيارات. واللي يفكر بهذه الطريقة واحد ينظر له بإشفاق. ليش؟ لأنه هذا بالحقيقة زين شنو الحل؟ إذا أنت ما انتخبت راح غيرك ينتخب لك، وينتخب لك ضمن المواصفات السيئة، فراح يصير أسوأ النتائج. على الأقل تنتخب من نفسك، ولو أنت قد يكون صوابك وخطأك مثلا أيضا هو مفتوح احتمالات الصواب والخطأ، لكن أقلا أنت مو الآخرين هم يختاروا لك مصيرك، لأنه هو بالنتيجة أنت من ما راح تنتخب مو الكل ما راح ينتخبون، الآخرين راح ينتخبون، فمن راح ينتخبون هم راح يقرروا لك مصيرك.